حسين عبد الوهاب القنصل العام في لوس أنجلوس. أحب أقول لكم إن الإقبال اليوم أول يوم في الانتخابات على المرشحين الرئيسيين مقاطعة النظير بصورة لم تشهدها القنصلية من قبل، وإنه ده شيء بيفرحنا جدا وبيشجعنا، وأهيب بجميع السادة المواطنين أن ينزلوا بأنفسهم وحتى لو تكبدوا بعد التعب في سبيل مصر وفي سبيل ان احنا نثبت للعالم ان احنا شعب جدير بالثقة وجدير بالفوز وجدير بان احنا نستاهل مصر بإذن الله.